نعبيها قطن ونحط اي حاجه مكان الراس زي ما كنا بنعمل في عرايس الليمبي، ونخلي كام واحد من اهل الحاره يتخيلوا بيه، ويا دار ما دخلك شر. لا يا ازهار، الميت له حرمه. وانا جيت جنب الميت ده، غير ان الحي برضه ليه حرمه يا اخويا، انه ما يتهانش بعد العمر ده كله، ان شاء الايام والليالي ما يروحش عليه، انه ما يتدسش على رقبته بالجزم من شويه رمم النضيف فيه وما كانش يطول يمسح له جزمته. انا معاك ان الميت ليه حرمه، وانت اللي بتتكلم عليه ده جوزي، حب ايام وليالي، لكن الحي يبقى من الميت. كل اللي انا عايز اقوله اللي احنا ما نكبرش الموضوع اكبر من كده، ما الحكايه ماشيه وزي الفل. بالعكس بقى يا رمزي، الكلام بتقوله ازهر بيرد على سؤالك، لو حد شك غير دوسه خالد فتحي ابليس يرد عليه. وليه نعبي الهدوم قطن من اصله؟ ما في حل اسهل. انزلوا انتوا هاتوه، انا هنضر السكه. يا خواجة، واد يا خواجة. في ايه؟ تعالى بسرعة. ليه مش قادرين تشيلوه ولا ايه؟ ما تخلص يا عم. في ايه؟ إبليس مش موجود. ايه ده؟ مين ده؟ ده الكارت الكسبان. قومي اللي هيقش يا ماما، قصدي يا ماما.